بالبداية أهلا وسهلا فيكم حضرة الصحفية. بتمنى عليكم، طول بالك، بتمنى عليكم تعرفوا عن نفسكم وعن المحطة التابعين لها قبل ما تسألوا سؤالاتكم. تفضل روحوا روحوا، أنا بنقي، طول بالك حضرتك. نعم هلا تلفزيون مستقبل. والنعم مستقبل غيره. جنرال شو تعليقك على عم بقول لك غيره مستقبل على باتريسيا ام تي في. باتريسيا ام تي في غيره. لا بس بدي اسال سؤال بالنسبه للجنرال. لك لا تسالي ما تتساءلي، خلص عم بقول غيره. ما بتسمعي حضرتك جنرال يا من ال بي سي؟ وين بعد في ال بي سي؟ جنرال شو رايك باللي عم بيصير؟ رايي تروح تغسل وتنام، خلصنا بقى غيره. نعم حضرتك رامي خيار قناه الجديد. جديد؟ خاصة انت اوعى تسأل او تحكي كلمة تكسر لك سنينك بفعلك هيك قرشك. جديد؟ غيره. جنرال فرح من الاو تي في. سكرت امك حضرتك. من الاو تي في جنرال. شو ما بسمعي انا؟ سمعت او تي في عبالك سكرت امك، شو قصتك؟ جنرال جنرال. نعم جنرال. ايهام وكالة سانا السورية. اهلا اهلا بحبايب القلب، شلونك؟ حبيب القلب اهلا وسهلا. اول بشتان جنرال وثاني بشتان بدي تقلي تعليقاتك على اللي صار لقناة الجديد. بنظري اللي صار اجرام واخفاء دلائل وافتراء واستغلال والقاء التهم جزافا على النظام السوري. افضلت علينا سيادة الرئيس. لك مو على عيني، اهلا وسهلا.